ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة دكتور محمد كمال. دكتور محمد كمال، 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا، أي إشارات يعطي ذلك لنا برأيك؟ يعطي إشارات لأهمية هذه الانتخابات لدى الناخب الأمريكي. الناخب الأمريكي يعتبر أن هذه انتخابات تاريخية، انتخابات فاصلة سوف يكون لها نتائج ضخمة سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات الدولية للولايات المتحدة. انتخابات هامة من ناحية، من ناحية أخرى هناك تعبئة ضخمة للأنصار يقوم بها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، حملة بايدن وحملة ترامب، وانعكست في هذه الأعداد الضخمة. هناك أيضا تخوف مما أثاره الرئيس ترامب بأنه قد يلجأ إلى القضاء فيما يتعلق بموضوع التصويت من خلال البريد، وبالتالي ربما ده دفع عدد أكبر من المواطنين وخاصة من الناخبين الديمقراطيين إلى التصويت مباشرة وقبل موعد التصويت المحدد له 3 نوفمبر. إلى أي مدى تعتقد بأن المرشحين مرتاحان لما يتعلق بالتصويت بالبريد؟ يعني لا، المرشح الديمقراطي جو بايدن مرتاح تماما، وبالعكس هو يشجع أنصاره إلى التصويت بالبريد. لا أعتقد أن نفس درجة الارتياح موجودة لدى المرشح الجمهوري الرئيس ترامب، بل على العكس هو يعتقد أنه قد يحدث تزوير من خلال الترشيح بالبريد، لأنه الأرقام توضح أن العدد الأكبر من المصوتين بالبريد هم من الحزب الديمقراطي، وبالتالي هم من المؤيدين لبايدن. فترامب غير مرتاح على الإطلاق للتصويت بالبريد، وقد يلجأ فعلا إلى القضاء وخاصة في عدد من ما يسمى بالولايات المتأرجحة التي فيها يعني نسب التصويت سوف تكون متقاربة، وعلى وجه التحديد ولاية بنسلفانيا. أنا أعتقد أنه قد يكون هناك نزاع قانوني حول نتائج التصويت في ولاية بنسلفانيا على وجه التحديد، قد يؤدي إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات. شكرا جزيلا لك دكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. شكرا.